كارول العجوز الطيبة صحيت في صباح يوم عادي، لقت ان الكلب بتاعها اللي بقاله معاها 14 سنة مش نام جنبها، فخرجت لقيته تعبان واخدته للمستشفى، وهناك اكتشفت ان حياته بتنتهي ولازم يرحموه ويحقنوه بحاجة توقف نبض قلبه. الدكتور قال لها انا هديله مخدر وبعدها هديله مادة توقف نبض قلبه، وكارول كانت حزينة جدا على الكلب بتاعها. رجعت لبيتها وحيدة منكسرة، لكنها اكتشفت ان في فار في البيت، اترعبت منه ونامت بره لحد تاني يوم. ولما لويد الشاب اللي بينظف لها حمام السباحة جه ولقاها نايمة بره، قال لا لا يكون فيها حاجة. قالت له انت مين وبتعمل ايه هنا؟ لا انا لويد العامل الجديد اللي هينظف حمام السباحه بتاعك، وشفتك كده قلقت لا يكون فيكي حاجه. قالت له انت فاكرني كبيره في السن وحياتي انتهت؟ قال لا انا ما قصدتش كده، انت شكلك ما بانش عليه سن كبير اصلا. كارول قالت له شوف شغلك، وقامت عشان تدخل للبيت، ولكنها قبل ما تدخل افتكرت ان في فار جوه، فطلبت من لويد يدخل يدور عليه. فشاب الاخلاق والمكارم دخل قلب الدنيا جوه وقال لها ما فيش حاجه، ولو الفار رجع تاني ناديني من بره. الايام مرت على كارول وهي لوحدها بعد ما كان كلبها مسليها ومالي عليه الايام. ولما راحت للمول عشان تشتري شويه حاجات وقفت عند حبوب فيتامينات، جاء اكسترا شوجر دادي شنب لواء اركان حرب، قال لها عليا الطلاق ما محتاجه فيتامين يا ملكه جمال المولات. رجعت للبيت حطت رماد الكلب بتاعها جنب رماد جوزها عشان يبقى هو كمان بقى مجرد ذكرى معاها في البيت. ولما راحت تقضي وقت مع صاحبتها في سكن المسنات، واحده منهم قالت لها ما تجيش تقعدي معانا هنا ليه؟ الرجاله اللي هنا بيسالوا عليكي وانا ممكن ادبر لك موعد غرامي مع اللي يعجبك منهم. فقالت لها انا مش مهتمه بالموضوع ده وما تتكلميش معايا فيه ولا في موضوع اني اتجوز تاني. بعد ما لعبت جولف هي وصاحبتها وراحوا ياخدوا بريك، شافت الشوجر دادي قاعد معاهم في نفس المكان. صاحبتها قطعت عليها وقالت لها لا الواد حته اوفر ايدج على الرايق ويستاهل الباص يا كارول. فالاخيرة قالت لها ده عكسني امبارح في المول. فصاحبتها قالت لها انت مستنيه ايه؟ ما يلا بينا نتكلم معاه. كارول قالت لها مكانك لا بمضرب الجولف ده على طعم اسنانك. فصاحبتها قالت لها انت متوتره ولكنك عيله لسه في اعدادي، وانا بقترح عليكي تحضري معانا في نشاط المعاده سريعه. رجعت لبيتها لقت مشكله في تنظيف حمام السباحه، فاتصلت بلويد اللي بعد ما حل المشكله طلب منها يدخل الحمام. وهو خارج من الحمام شاف صوره قديمة لكارول وهي بتغني مع فرقة موسيقية، وهي قالت له الكلام ده كان زمان جدا. قال لها هو اللي معاكي ده جوزك؟ قالت له لا ده كان زميلي وجوزي بيه عرفته بعد ما سبت الفرقة. فلويد قال لها انا كمان كنت بغني في فرقة موسيقية لكني رجعت هنا عشان اكون جنب امي بعد ما حياة ابويا انتهت. لما قعدوا مع بعض سألته عن نوعية الاغاني اللي بيغنيها، فقال لها انا بروح لاي مكان في كاريوكي ودلوقتي بحاول الف اغاني. وقال لها هو جوزك طلاق ولا ايه؟ قالت له لا انا جوزي حياته انتهت في انفجار طيارة من 20 سنة. ولما كلمته على فكرة صاحبتها قال لها ليه ما تروحيش تجربي تستمتعي بوقتك وخلاص. ولما قام يمشي قال لها هو انا ممكن اعدي في اي وقت اخدك معايا وانا رايح لاي مكان في كاريوكي، وهو بالمره انت كمان تستعيد الذكريات وترجعي تغني تاني. فكارول رحبت بالفكره. كارول راحت لنشاط المواعده، والست القمر دي قالت لهم ان الشروط هتكون كالتالي: الشباب اللي في سن الضياع اللي ورايا دول هيدخلوا وكل واحد فيهم هيقعد مع حد منكم 5 دقايق، وبعد ما ال5 دقايق يخلصوا هنبدل الاماكن ويقعد معاكم واحد تاني غيره. اول حد دخل قعد معاها كان هو كمان اول مره يحضر حاجه زي كده، والموضوع علش منهم هما الاثنين. الشايب العايب اللي بعده كان صريح زياده عن اللزوم وقال لها بتحب الدوجز بوجز ولا لا؟ واحد ورا التاني وهي تفلت من الموضوع. خرجت عشان ترجع لبيتها فقابلت الشوجر دادي اياه، قال لها انا عايز اتغدى معاكي، هو انت اسمك ايه؟ قالت له يلا بينا انا كده كده جعانه. قال لها لا هاتي رقمك وانا هبقى اتصل بيكي ونحدد ميعاد نخرج فيه مع بعض. ولما قالت له انا مش معايا ورقه، قال لها خلاص قولي لي رقمك وانا احفظه واتصل بيكي. قالت له على رقمها، والشوجر دادي قال لها اسمي بيل وهتصل بيك قريب. لما رجعت للبيت حست انها زهقانه، وعشان ما تفضلش مستنيه الشوجر دادي اتصل بيها، اتصلت بلويد واتفقت معاه انهم يروحوا يسهروا مع بعض في مكان في كاريوكي. وبعد ما لويد غنى جت دور على كارول اللي كانت متوتره في البدايه، لكنها لما غنت صوتها الحلو عجب كل الحضور، وده اللي خلى لويد وهو بيوصلها لبيتها يستغرب انها بطلت غنى. وسالها عن السبب فقالت له انا صحيت في يوم من الايام قررت ابطل اغني. وراحت عزمها على القهوه في بيتها وسالته بيخطط ايه لمستقبله. فلويد قال لها انا بصراحه مش بخطط لاي حاجه، انا بشتغل عشان احوش فلوس وخلاص. وراح سالها هي عايشه منين؟ قالت له انا كنت شغاله مدرسه قبل كده، لكن انا عايشه على الفلوس اللي اخدتها من التامين بتاع جوزي وبطلت تدريس بعد ما حياته انتهت على طول. قال لها حاجه زي اللي حصلت لجوزك تخليكي تلعن الشغل وتبقي عايزه تستمتع بكل لحظه في حياتك. قالت له انت لسه صغير وشايف ان في متعه في الحياه وبتحاول تجرب كل حاجه تيجي قدامك، لكن صدقني كل ده مش هيكون له اي معنى لما تكبر ويكون عندك 50 سنه زي كده. فلا انا لا بحاول استمتع ولا بحاول اجرب اي حاجه، انا رجعت هنا عشان اخد بالي من والدتي التعبانه، وحتى انا عارف انها مش مبسوطه بوجودي وما ينفعش اسيبها وامشي لانها مسؤوليتي وملهاش حد غيري. قالت له ما تتعبش نفسك، انت بتعمل الصح مع والدتك ومفيش حاجه هتعملها يكون لها قيمه بعدين. فلا انا بحاول اعيش لحظاتي زي ما هي وما بدورش على حاجه من وراها، زي ما انت بالظبط وانت بتغني النهارده حسيتي انك بقيتي احسن من اي وقت فات وكنتي مبسوطه. مش لازم نكون بنعمل انجازات للبشريه عشان نكون مبسوطين، وكفايه اننا نستمتع بيها وخلاص. لويد لما صحى تاني يوم في بيت كارول قالت له انت نمت هنا وما رضيتش اصحيك، انا هعمل لك قهوه عشان تقوم تروح لان انا عندي يوم طويل. وهو خارج من عندها صاحبه كارول شافته وافتكرته انه كان بيعمل معاها حاجه كده ولا كده،
قالت لكارول مين الولد اللي كان عندك ده؟ انت بتحبي الاندر ايدج ولا ايه يا كوكو؟ قالت لها انت شكلك اتجننتي خلاص. وراحت موصلها لبرا ورجعت لقيت ان عندها رسائل على انسر ماشين، الاولى من بنتها كاثرين اللي عايشه في مدينه تانية وبتقول لها انها بعد كام يوم هتيجي عشان تزورها، والثانيه من بيل الشوجر دادي بيقول لها انه هيستناها في النادي وحدد لها ميعاد تقابله فيه. ولما راحت لهناك قال لها انا عامل لك مفاجاه هنروح لها بالعربيه بتاعتي، وراح واخدها للمركب بتاعه. ولما رمى السناره وقعد جنبها قالت له انت مش هتولع السيجار اللي في بقك ده؟ قال لها انا بحاول احافظ على صحتي لكني ما اعرفش اشيل السيجار من بقي فقلت خليه من غير ما اولعه. ولما قالت له هو انت كل ما بتعرف واحده بتعمل معاها كده؟ قال لها لا طبعا يا غزال، انت اول واحده اجيبها للمركب بتاعي وربنا اوعي تكوني مكدباني. فقالت له انا لسه عارفاك امبارح، ازاي عايزني اصدقك كده وخلاص؟ ده انت ممكن تكون مجرم وعايز تخلص عليا وتعمل من فخادي صابع كفته تتغدى بيها مع واحده ثانيه. بيل قال لها انا كنت ساكن في مدينه ثانيه ولما لقيت نفسي وحداني ولا لي عيله ولا حد يورثني قلت اتمتع بالفلوس بتاعتي قبل ما حياتي تنتهي وجيت للمدينه دي واشتريت المركب من قريب. انا مش حابب اكون وحيد ولا عايز اكون زي كل الناس اللي بتكبر في السن وتعزل نفسها عن الدنيا. وبعد ما اتعشوا مع بعض قال لها هو انت لسه حزينه على جوزك؟ لاني ملاحظ انك متضايقه او مودك مش كويس. قالت له انا متضايقه لان الكلب بتاعي هيتنتهت وكان عايش معايا بقاله 14 سنه. هو انت ما فقدتش اي حد في حياتك؟ قال لها مرات الندله سابتني وهتنتهت بعدها فمش مهم يعني، هي كده كده واطيه. ولما السهره خلصت ووصلها للبيت كرت وقالت له انا مش فاكره اخر مره قضيت يومي كله بره البيت زي النهارده. لما دخلت للبيت شافت الفار تاني فنمت بره، وتاني يوم طلبت متخصص يشوف الموضوع فلا مفيش حاجه تدل ان جوه البيت لكني عامل لك فخوخ عشان لو هنا نمسكه. كارول وصاحبتها حبوا يرجعوا ايام الشقاوة تاني فشربوا من مخدر على معاهم على الاخر، فطلبت معاهم اكل وخرجوا وهم شاربين للمول والظابط كان هيقبض عليهم لكنه راى انهم اوفر ايدج ومش حمل البهدله فراح سيبهم وماشي. كارول رجعت على البيت فلقت بيل سايب لها رساله على الانسر ماشين بيقول لها انه عايز يقابلها تاني، وبنتها بتقول لها انت ليه ما كلمتنيش عشان تعرفيني اليوم اللي هاجي لك فيه هتكوني فاضيه ولا لا. في اليوم اللي بعده بيل راح لها البيت عشان ياخدها ويخرجوا ويقضوا اليوم كله مع بعض، وبعد ما ادوها في الدوجز بوجز. ثاني يوم الصبح وهم بيفطروا مع بعض قالت له ايه رايك بعد ما نفطر نبلبط شويه يا قرش ابيض انت؟ فقال لها وما نبلبطش ليه يا بيبي؟ قال لها قولي لي هو انت ما فكرتيش تتجوزي تاني؟ قالت له ايه اللي انت بتقوله ده يا شقي؟ فقال لها انا قلت اجس نبضك واشوف الدنيا فيها ايه. قالت له لا ما فكرتش اتجوز لاني بعد ما اتجوزك ايه اللي هيحصل يعني؟ ما انا هلاقي نفسي بعدها باسبوع بغسل سلباتك. فقال لها خلاص نتجوز واغسل انا سلبات. قطع كلامهم صوت خبط على الباب واللي بيخبط كان لويد جاي يقول لها انه بطل شغله في الشركه اللي كان فيها واشتغل في شركه ثانيه. ولما لقاها بتحاول تخبي حاجه سالها لو كانت امورها تمام، فبيل خرج دحرج له الصباح بالفانيلا الحملات. بيل قبل ما يمشي سال كارول هيشوفها تاني امتى؟ قالت له بنتي جايه تقعد معايا يومين ومش عارف اشوفك. بنتها كاثرين لما جت وراحوا يتغدوا مع بعض لاحظت ان سلوك امها غريب وسالتها لو كانت مخبيه حاجه، فامها خبت في الاول لكنها قالت لها بعد كده انا بقابل حته شعره ابيض باد بوي في اخر ايامه. فبنتها قالت لها انا كنت عارفه انك مخبيه عني حاجه يا ماما يا خلبوصه انتوا بقالكوا قد ايه مع بعض؟ لان شكلك معجبه بيه جدا. قالت لها انا لسه عارفاه من اسبوع لكنه عاجبني جدا. رجعوا للبيت ولو صاحبتها بعت لها رسالتين بتطلب منها تكلمها ضروري، فراحوا للمستشفى وعرفوا ان بيل محجوز في العنايه المركزه والممرضه رفضت تدخلهم او تعرفهم اي حاجه عن حالته لانه مش من قرايبه. فبنت كارول سابت لها رقم امها عشان تطمنها بالتليفون. ولما رجعوا البيت كارول قالت لبنتها انا ما كنتش عايزه اعلق نفسي بحد ولا احبه عشان كده، انا لسه عارفاه من اسبوع وهموت من القلق عليه. فبنتها قالت لها انت انسانه طيبه يا ماما. بعدها بدا يجي لها اتصال من المستشفى وعرفت ان حياه بيل انتهت، ودي طبعا بركات بنتها البومه اللي نحسها ده مش غريب عليا وحاسس ان شفته في حد اعرفه قبل كده. بنتها حاولت تتكلم معاها وتخفف عنها فكارول قالت لها في صناديق بتاعتك كنت صغيره روحي شوفيهم وسيبيني لوحدي. فبنتها لقت صوره ليهم وهم صغيرين وراحت توريها لها، وامها قالت لها في الوقت اللي اخذنا في الصوره دي عمري ما كنت بفكر في اني هكبر لوحدي وان ابوكي هخسره بدري جدا بالشكل ده. هو انا قلت لك ان بيل قبل ما حياته تنتهي عرض علي الجواز؟ مين عارف ممكن كان جوازنا ينجح وما كنتش لوحدي. انا مش عارفه ايه اللي بيحصل معايا وهل في حاجه غلط ولا انا مكتوب عليا اكمل حياتي لوحدي. فبنتها قالت لها انت ست عظيمه يا امي وحياتك كانت جميله جدا ونجحتي في الموسيقى والتدريس. قالت لها كل اللي بتقولي ده كان في الماضي. فبنتها قالت لها انا لسه هنا ومعاكي يا امي. فكارول قالت لها انت احسن حاجه حصلت في حياتي. مرت الايام على كارول وهي مفتقده بيل وبتروح لمكان المركب بتاعه ومفتقده صداقه لويد اللي راحت تدور عليه في حانه الكاريوكي. اتصلت بشركه جديده اللي بيشتغل فيها وطلبت حضوره، واول ما دخل قالت له حمام السباحه ما فيهوش حاجه، انا بس حبيت اني اشوفك. فلا انا اسف اني جيت من غير ميعاد المره اللي فاتت واحرجت قدام حبيبك. واول ما لقاها اتخضت مره واحده قال لها في ايه؟ فقالت له الفار وراك يا لويد. والاخير راح متسحب وقفش الفار. ولما لقى كارول مره واحده فضلت تعيط قال لها في ايه؟ قالت له بيل صديقي اللي انت شفته هتنتهد. الكلام جاب بعضه واتكلموا عن الفار عشان يغيروا الموضوع ويخرجوا من النكد. فقال لها اني مسكت الفار ده يعتبر اكبر انجاز في حياتي. قالت له انت لسه صغير والعمر قدامك طويل تعمل كل اللي انت عايزه وتحقق اللي نفسك فيه. ولما قال لها انه الف اغنيه طلبت منه يسمعها لها وكانت مبسوطه جدا وهو بيغنيها لها، شكرته على انه جه عشان يشوفها وشكرته على الاغنيه الحلوه اللي سمع
علاء، وبعد ما خلصت من الفار وراحت تقعد مع صاحباتها، واحده منهم قالت احنا ملينا من الجو ده، ما تيجي نديها طلعه لايسلندا نغير جو. والفكره عجبتهم وبالاخص كارول. الاخيره وهي بتنظف لقت بيل سيب لها سيجار من السيجار بتاعه على الرف بتاعها، كانه كان عارف ان حياته تنتهي قريب وحب يوجه لها رساله بانها تعيش حياتها وما تسيبش نفسها للوحده. فراحت تشتري، والست اللي هناك وريتها كلب، قالت لها الكلب ده كبير مش صغير، والعيله اللي كان عندها اتخلوا عنه من غير سبب لكنه كلب طيب. فكارول حست ان الحال من بعضه من حيث الوحده والشعور بالالم، فراحت واخده معاها عشان ينتهي الفيلم بيها وهي واخده في العربيه، وخلاص مش هتكون لوحدها تاني ولا هتسيب العزله تتمكن منها. دايما في علامات استفهام بتخليك حيران ما بين مين فيهم الاصعب، انك تقرب من حد وتحبه فتخسره وتعيش الم فقدانه، ولا انك تجبر نفسك على العزله والبعد عن النفس والخوف من اي تجارب جديده عشان ما تجربش الم الفقدان. قولوا لنا رايكم في خانه التعليقات. وبالوصول لنهايه الملخص، ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل ملخصاتنا الجديده. كان معكم اخوكم محمد الشامي من قناتكم بيت التنين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.